بقاعدة مدرسة القوات الملكية الجوية بمراكش، انطلقت الدورة السابعة للمعرض الدولي للطيران والفضاء، بحيث تميز اليوم الأول ببرنامج حافل عرف في الفترة الصباحية تقديم عروض جوية استعراضية لفرقتي المسيرة الخضراء وأكيل الإسبانية إلى جانب القفز بالمظلات. في فترة ما بعد الزوال انعقدت الجلسة العامة التي تميزت بإلقاء كلمات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي والمدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو ومدير عام صندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، فضلا عن متدخلين آخرين. بداية يسعدني الحضور معكم لافتتاح الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران الذي يعتبر من الأحداث البارزة في مجال الصناعة، صناعة الطيران والفضاء في القارة الإفريقية. واختتمت الجلسة بتوقيع مذكرات تفاهم بين الحكومة المغربية وعدة أطراف تغطي مجالات الطيران التجاري والدفاع والتنقل الجوي الحضري. C'est un accord de partenariat du ministère, l'administration de la défense nationale, le groupe OCP et l'UM6P pour la mise en place d'un centre de recherche en fabrication avancée et en partenariat. Il portera le nom de Africa Center for Manufacturing Excellence, ACM. Voilà. Pardonnez cette accélération du rythme pour permettre une visite du salon, donc on m'a demandé d'aller un peu plus vite. وفي نهاية هذا اليوم الأول قام الوفد الرسمي برئاسة رئيس الحكومة بجولة في فضاء العرض بالهواء الطلق وكذا في أروقة المعرض.